نحط الكسرونة اسمينية اللي هي صوص بيتزا. دونك الصوص بيتزا مش نحط الزيت يدفى هكا الزيت هذاك يدفى مش نحط عليه باتشي تاع فوم باتشي بيا هذا كليل وزعتر انا ما فتو راحيتو في الدار كليل وزعتر شو هو تمارفة وش تعرف ما هاش تايد من غطة ملح ونقص عدس اللي هي مغطة صغيرة متاع قهوة هذه هي السر بتاع الصوص بتاع البيتزا انا كنحط الكليل والساتر والملح والثوم الكل منه بالنسبة للطماطم انا عندي طماطم كونجيلي باش نحلها في ديك الطماطم طماطم خضراء وقت اللي يبدا الطماطم في الصيف رخيصة دوك نشري كونتيتي بهم طماطم ونحطها نرحاها نظفها ونقصها ونرحاها من غير ما نضيف لها حتى شيء يمكن الحاجة الوحيدة نضيف لها هي الماء باش نسهل على روحي الرحية دوك ومش نخليها توا هدية على نار هادية لين تذوب الطماطم نتاعنا ونرجع لهنا نذوب فيها دوك بدل مش أكثر مش تبقى شوية أو شوية مغرفة نجنبها شوية إذا كان باش تعملوها كونجيلي كيف ما أنا عملت يعني الطماطم عندكم مخنجلة باش الثوم ما يتحرقلكمش كي تحرق هو اللي يمر به هذي الثانية هاني كابوس وهذي الثالثة لا زوز زوز وشتا زوز دوك باش نخليها شوية في الماء نتاع الطماطم الخضراء اللي دبت لا تحط فيها لا تابل لا كروية لا بصل لا فلفل أحمر لا حتى شيء دونك الباز متاع الصوص متاعنا هي الباز متاع الرستورانات هي ثوم وكليل وزعتر ولا ثوم وحبق ولا ثوم وكليل إذا كان متحبش الزعتر صار بالدنيا عرفتوا اللي كيف عرفت هذه الصوص الباز الاحترافية يعني الباز متاع الصوص اللي تتباع في المحش في البيتزا بيتزاريات لكن ما تفكروا فيها كثرة الطماطم راهو ديما يكذب عليك اللي يقولك لا نعملها صوص طماطم خضراء اكهاو
تجي هي مش ما تجيش اما ما تجيش شي كونسونطري كيما اللي يبيعوا فيها ديما فما ميلونج ما بين الصوص نتاع ما بين الطماطم الخضراء ديما فما ميلونج ما بين الطماطم الخضراء والطماطم الحمراء ونخليها تيب على روحها تغلي لين ترجع تاخذ لين تيب الطماطم نتاعها نبعد لكم شوية هكا عندي لهنا الفارينة عندي 500 غرام فارينة عندي لهنا كيلو زعتر وهذا باختياري اللي يحب يحط يحط وعندي هنية ملح 10 غرامات على 500 غرام نحطوا 10 غرامات يعني كيلو تحطوا 20 غرام ملح هذايا في كل ما هو بات سالي والا خبز حاجه هكا في الحلوله تحط بانس يعني حاجه هكا دوبا قرصه نتاع ملح به وعندي هذايا 275 غرام ماء وتنجم تخلط ماء وحليب وعندي 10 غرامات خميره شيمي به دونك انا اول حاجه باش نحط مش نحط لهنا اكوتي الفرينه والسفن الملح والحليب مش نغمو هو في الغسيل نتاعي موجود السكر اللي يحب يحط سكر سكر يحط من هي انا ما نحبش نحط السكر يا اما نستعملها ونقعد نستنى هذه تخمر خاطر السكر هو نحط الخميره ونستناها لين تخمر خاطر السكر هو جوست يعاون في تفاعل الخميره تولي اسرع تفاعل والا كي يبدا عندنا عسل نحطوا ملعقه صغيره عسل دوبليش عسل انا هذا العسل جوست ما مغرفة صغيرة عسل في بلاصة السكر دونك مش نحطهم في الباتور يتعجنوا بهذيا مليح مليح يتعجنوا 10 دقايق في الباتور ونصب نضيف الماء بشوية بشوية ما صبيتوش الكل ازاي في الماء نخلي العجينة تتلم وتتعجن لمدة 10 دقائق هنا تقعد 10 دقائق باهي نوريكم الصوص بيتزا كيفاش وليت كونسونتري هكا طابت لي الصوص بيتزا وقفت خرجت الزيت نتاعها وقفت على زيت هنقول كما تتعجن البات ونرجع هنا البات نتاعي تلمت باش نكملها بقية الماء بشوي بشوي ما نحكيكمش الريحة روعة متاع البات بات وحدها بو ما كملتش الماء الكل حاجة بسيطة المهم انتي والفارينة دونك ما حشيش بها تكون سيلة برشا نوريكم البات كي جات إلاستيكي ما لازمهاش تكون سيلة برشا ما لازمهاش تكون يابسة برشا دونك باش نجيب شوية الزيت ونزيد الزيت ونوريكم البات نحطو شوية الزيت Thank you.
كلها. لهنا زين مش ناخذ طاقة خير كبر الكعبة قديش قديش احنا نحبه كبر الكعبة حسب التقويم. شوف الباتن تاعي كيفاش تلصق هي في اليدين اذا كانت ماشية بالبيت. لا حطيت ساشي باش نبدا نشوف هكا تقابيرتها 89 اوكي نحطها على جنب باش نكعبرهم الساعة الكل. وريكم الليتاب اللي بعدها شي مش نعمل. رش شوية الفارينة شو نحطها حلها أبين بداية هكا ما نجودوهاش حاجة كبيرة هكا ولا تحلها بالقلقة كيف ما تحب. باش نحاول نخلي الوسطاني جويد وهذوما اغلظ شويه دونك ها ننزل هكا عملت حد وين نحب انا هكا شويه الجول هذا اغلظ من الوسطاني نمشي نحطها في البلاطو نتاعي حليتها. طيب باش نبدا نحط بصوابي نحفرها نوعا ما هكا او بصبع واحد بركة باش تبين شوية هكا دونك هذا لازم يكون غليظ مش واضحة دونك حديتها هكا بصوابي هذا براني يقعد غليظ والداخلاني هو اللي راهو فيه حاشش به تكون بات رهيفة برشا خاطر هادي ميني بيتزا تكون شوية البات هكا منفجة شوية راح تحتشن بياسر دور الطبلة توا باش ناخد الصوص نتاعي ونحط في وسط الصوص طبعا باش نحطهم في الفرن يخمروا نقربكم الفرن تاعي دافي هذا ثوم ملح لازم تحطوش ثوم ملح دونك قبل هي تخمر البيتزا وحنا بشو بشو نحطو هذا ثوم ملحي بشو نحط أبين ثوم ملحي حاجة بسيطة مش ما تجيش النكهة قوية مش نحط شطير ولا شطير مغرفة نحط مغرفة نحب كثير الزعتر نحط مغرفة ونصب عليهم إذا ما خفتهم الساعة ملون بعضهم نجم تحطوا ثوم أخضر اللي ما عندوش ثوم بودرة حطهم أخضر ما يقلقش خاطرتي مش تخلط الزيت هذا وتخليه قبل ما تجيب قبل ما تجيب البيتزا يعني وقت البيتزا هي قاعدة تخدم وتحركوا مليح مليح
خليهم على جنب، شوفوا من بعد شوف شنو نلبي. هكا البيتزا نتاعنا خبرت، تو مش نحطهم بون، زادت انا على الخميرة دونك نتوما كي تجيو تخمروها باش تخمر راسو عليها، انا فاتت شوية في التخمير دونك مش نحطها على 180. اطيب هكا البيتزا نتاعنا طلعت. نعطيكم لسوس اللي حضرناها بكري هذيا، مش ندوروا بها هكا الحافات نتاعنا. هكا الموزاريلا نتاعنا، هنا الموزاريلا العربي اللي عندي، وكل واحد يحط الجبن اللي يحب عليه. نزيد في الفينجر